مرحبا بحضراتكم من جديد. وقبل ما نكمل اخبارنا المحليه عايزين نتكلم اكيد عن قرعه دوري ابطال افريقيا والفرق اكيد اللي هيواجهوا النادي الاهلي ونادي الزمالك في دور ال 32 اللي هيعدوا اكيد الدور التمهيدي. بينضم لينا طبعا هاتفين واحد طبعا من نجوم الرياضه ناقد رياضي الكبير الدكتور طارق ادوارد. دكتور طارق برحب بيك. اهلا بيك عمر واهلا بكل مشاهديك الكرام. منور يا دكتور. اهلا بيك. احنا لسه شايفين طبعا مراسم دوري ابطال افريقيا وشفنا اكيد الفريقين سواء فريق بطل زنزبار KMKM هيواجه طبعا فريق سان جورج البطل اثيوبيا في دور ال 64 اللي هو الدور التمهيدي، والفائز ما بينهم هيواجه النادي الاهلي في دور ال 32. نفس الحال طبعا فريق APR بطل رواندا في مواجهه جاديكا بطل الصومال هيواجه فيهم الفائز طبعا فيهم من امام فريق بيراميدز في دور ال 32. يعني شفت المواجهتين ازاي وشايف يعني القرعه بشكل عام ازاي يا دكتور طارق؟ بص، هو طبعا عشان نكون واضحين بشكل عام بالنسبة للفرق المرشحة اللي هي بتستبعد من اللعب في الأدوار التمهيدية، والأهلي وبيراميدز الاثنين في دوري الأبطال تم استبعادهم من اللعب في الدور التمهيدي الأول اللي هو دور ال 64. غالبا بيكون الفرق الكبيرة ديت مبارياتها في دور ال 32 مجرد تحصيل حاصل، يعني مش ما هياش مواجهات قوية. صحيح فريق سان جورج الاثيوبي ياما عمل مفاجآت زمان، والحقيقه من الفرق اللي هي يعني مش سهل كده ان انت تتوقع انك الاهلي يفوز عليها بسهوله، لكن كان الاهلي حامل اللقب. ونفس الكلام انا بتكلم على بيراميدز برضو في مواجهته، بكل تاكيد الفريق الجيش الرواندي اي بي ار او اي بي ار اللي هو بطل رواندا بتاع رواندا ده، الجيش الرواندي ده فريق على فكره مرة زمان يعني أخرج الزمالك من دور ال 32 من البطولة، فاز عليه في رواندا 4-1، يعني فريق ليس سهل المراس زي ما بنقول كده، وبالذات في مبارياته في رواندا لأن في كيجالي الأجواء والمطر اللي ممكن يهطل في أي وقت، ده ممكن يصعب المأمورية شوية. لكن أنا بعتبر إن الأهلي وبيراميدز الاثنين، وعلى فكرة أنا بقول لك أهو من دلوقتي بيراميدز هيكون منافسا قويا جدا، مش على الصعود من الدور دوت، ولكن في الأدوار القادمة للبطولة سواء في المجموعات ثم الأدوار الإقصائية سيكون منافسا قويا على اللقب، لأن بيراميدز الآن بتشكيلة محكمة، بتشكيلة فيها العديد من النجوم، كمان لما لو اكتملت التشكيلة بوجود اللعيبة اللي هي كانت غايبة بسبب الإصابات أو لأسباب أخرى زي رمضان صبحي وزي عبد الله السعيد، كل اللعيبة دي لما تضاف للقائمة لا شك هتكون مؤثرة جدا وهيكون ليها دور كبير جدا. أنا أعتقد إن بيراميدز والأهلي هيستمروا في المنافسة، ممكن فقط بس يعني اللي يصعب مهمة ما أنا كنت لسه أسأل عليك مين المنافسين اللي عليك شايف إن هي ممكن تصعب يعني مهمة النادي الأهلي أو بيراميدز في البطولة بشكل عام؟ بشكل عام عشان تقول المنافسة هتكون إزاي لازم نقول الأندية المشاركة، يعني الأندية المشاركة اللي هي من الدول الكبيرة اللي هي الفرق القادرة على المنافسة على البطولة. هتلاقي طبعا ما فيش شك إن الجيش الملكي اللي هو بطل الدوري المغربي اللي خد الدوري في آخر ثواني من آخر مباراة في الدوري المغربي من الوداد بفرق نقطة واحدة، الجيش الملكي والوداد كلاهما مرشح بقوة جدا. شباب بلوزداد كل سنة في السنوات الأخيرة بيزداد الفريق خبرات على مستوى دوري أبطال أفريقيا. بطل الجزائر طبعا. بطل الجزائر شباب بلوزداد الجزائري يعتبر حتى تطور مستواه من مباراة لمباراة، وشفنا لما كان بيلعب مع الزمالك في المجموعة في المسابقة اللي فاتت كان يعني من الفرق المنافسة بقوة، ولولا وقوعه يعني قدام سان داونز في الأدوار الإقصائية كان ممكن يكمل في البطولة. عندنا بقى اتنين فريقين تقال جدا من جنوب أفريقيا، ماماليدي سان داونز اللي كل سنة تقريبا كان مرشح في السنوات اللي فاتت، وخصوصا السنة اللي فاتت كان مرشح بقوة جدا لأنه من الفرق القوية، وعندنا أورلاندو بايرتس أفضل فريقين على مستوى جنوب أفريقيا في البطولات الإفريقية هم سان داونز وأورلاندو بايرتس، حتى أفضل من الأندية الأخرى اللي كانت بتلعب على فترات في بطولات إفريقيا من جنوب أفريقيا زي سوبر سبورت وزي كايزر تشيفز، كل الأندية دي أقل في المستوى، لكن إحنا بنتكلم على فريقين عملاقين زي الأهلي والزمالك كده في مصر، سان داونز وأورلاندو بايرتس. عندنا من تونس النجم الساحلي والترجي، ما كانش أفضل المواسم للترجي العام الماضي في دوري ابطال افريقيا نتيجه الاصابات ونتيجه عوامل كتير جدا اثرت على اداء الفريق، صحيح. لكن الترجي من الفرق العملاقه والنجم الساحلي ايضا من الفرق الكبيره. عندنا من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه تيبي مازيمبي وفيتا كلوب، برضو زي ما قلنا عن سان داونز اورلاندو اكبر فريقين من جمهوريه الكونغو الديمقراطيه بيلعبوا في بطولات افريقيا وعندهم تاريخ،
هما تي بي مازيمبي صاحب اللقب دوري الابطال 5 مرات، وفيتا اللي فاز باللقب مره واحده، لكن كتير قوي كان موجود في ادوار حاسمه للبطوله. عندنا كمان بيترو اتلتيكو بريمير داجوشتو من انجولا، فريقين اقوياء وفريقين بيوصلوا لادوار متقدمه، يمكن بس قله الخبرات عندهم ما بتخليهمش يكملوا في البطولات زي بيترو اتلتيكو كده ما عمل في السنوات الاخيره ووصل للمربع الذهبي. عندنا اهلي طرابلس واهلي بنغازي من ليبيا، عندنا هافيا كوناكري وحوريه من غينيا، عندنا يانج افريكانز وسيمبا. على فكره يانج افريكانز وسيمبا اصبحوا فريقين تقال جدا في السنوات الاخيره، شفنا سيمبا خرج بشق الانفس بركلات الترجيح امام الوداد في دور الثمانيه لبطوله العام الماضي، وشفنا كمان يانج افريكانز قدر انه يوصل لنهائي الكونفدراليه، يعني فريقين تقال جدا من تنزانيا. عندنا من نيجيريا انيامبا وريمو ستارز، ريمو ستارز ملوش تاريخ لكن انيامبا فريق تقيل وهيلعب على فكره بالمناسبه في دوري السوبر الافريقي. عندنا كمان كوتون سبور من الكاميرون، وعندنا اسك من كوت ديفوار. اسك كان من فرق العملاقه في بدايه القرن لكن تراجع السنه اللي فاتت، دي ظهر بشكل جيد في دوري المجموعات للكونفدراليه، وكان كان موجود يعني بشكل كويس جدا واستعاد الكثير من تاريخه الكبير. لما اقول لك الفرق اللي انا ذكرتها دي كلها تعرف ان دوري الابطال هتكون المنافسه فيها قويه جدا. الاهلي حامل اللقب، قادر ان هو يحافظ على اللقب في النسخه القادمه؟ هيبقى الموقف مش سهل، يعني مش عشان اولا الاهلي كحامل اللقب، الاهلي كفريق يعني كبير في المسابقات الافريقيه، مش هيكون صعب عليه ان هو يعني البطوله العام القادم بقدر ما هيكون صعوبه المواقف المختلفه. اولها تخمه الاجنده عند النادي الاهلي، مواجهات هتكون في الدوري الافريقي لكره القدم اللي هو كان مسماها السابق دوري السوبر، هيكون عندنا الدوري الافريقي لكره القدم الاهلي هيلعب 6 مباريات غايه في القوه تقريبا خلال 40 يوم، يعني اما يلعب في دور الثمانيه رايح جاي، دور قبل النهائي رايح جاي، النهائي رايح جاي، هيلعب 6 مباريات قمه في القوه، وهتكون مع فرق طبعا كبيره جدا على المستوى الافريقي اللي هي الفرق اللي وصلت لدوري السوبر اللي هي الاهلي والوداد والترجي وصن داونز وسيمبا وبيترو اتلتيكو مازيمبي وانيامبا، الفرق الكبيره ديت هتكون طبعا لا شك فرق يعني محطات قويه للاهلي وهو بيستعد لدوري ابطال افريقيا. كمان الاهلي هيبقى عنده كاس العالم للانديه، ممكن دي تاثر جدا على مستوى الفريق لانها هتعمل ضغوط في المباريات عليه، ودي هتتلعب في ديسمبر. الاهلي كمان هيبقى عنده مباريات دوري المجموعات بتبتدي من السنه دي من ديسمبر، على فكره كل سنه دوري المجموعات بيبدا من فبراير، يعني بقالنا كده تقريبا من اول ما اتقلبت البطوله الى النظام الموسم بدل من النظام العام، يعني بتبدا في شهر اغسطس وتنتهي في شهر مايو، بقالنا من على الموضوع ده 6 سنوات. بتبقى دوري المجموعات اللي هو المرحله الاصعب من اول فبراير، المره دي دوري المجموعات هيبدا من ديسمبر من نوفمبر صحيح. يعني هيبقى بدري جدا. تخمه الاجنده دي انا بشوفها المعوق الاول للاهلي في العام القادم. دكتور طارق، فرص بيراميدز حضرتك شايفها ازاي مع جيمي باتشيكو مع التدعيمات في الفتره القادمه؟ شايف بيراميدز ممكن يحقق مفاجاه يوصل الى حد ايه في البطوله الافريقيه في النسخه الحاليه؟ بص، في كره القدم في عنصرين اساسيين، عنصر العتاد الفني. انا بشوف ان بيراميدز مش بقى بتكلم على ان هو في مصر بس، لا بتكلم على المستوى الافريقي دلوقتي. لو شفت العتاد الفني اللي موجود في نادي بيراميدز بدايه من حراسه المرمى وخبرات احمد الشناوي وحتى اخر نقطه في الهجوم وفخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف واللعيبه المميزه جدا في نص الملعب زي وليد الكارتي وزي اسلام عيسى وزي اللعيبه المميزه جدا في بيراميدز، ده العتاد الفني. بيراميدز من افضل البطولات. العنصر الثاني هو عنصر الخبرات التراكميه للفريق، وخلي بالك الخبرات التراكميه دي ما بتجيش كده مره واحده، يعني بيراميدز مثلا خد خبرات تراكميه اكيد من مشاركته 4 مرات طبعا في الكونفدراليه صحيح. منهم مره وصل للنهائي ومره وصل للدور قبل النهائي، اكيد الخبرات التراكميه دي بتبقى ايجابيه. فانا بشوف ان بيراميدز في السنين اللي فاتت المعوق الاساسي قدامه كان الخبرات التراكميه دي عند لاعبته، مفيش خبرات قبل يجي يوصل. دكتور طارق، بعد اذن حضرتك هنروح نشوف دلوقتي مراسم قرعه الكونفدراليه الافريقيه ونرجع مع حضرتك مره ثانيه.